السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبنا لكم واحد الكتاب، ماشي كتاب ولكن هو رابور دو ستاج ديال واحد الشخص انا ما كنعرفوش، ولكن بعض الدراري ارسلوه ليا. هاد الرابور دو ستاج كيتحدث بزاف ديال الاشياء، ومنهم الار دي سي والار دي سي بزاف ديالهم، الار دي ام كذلك، بعض لي كالكول وبعض الاشياء اللي اكثريه ديال الشباب، اكثريه ديال الطلبه كيلقاو فيهم مشاكل. وهذا الكتاب هذا او هذا البي دي اف الى صح التعبير، او هذا الرابور دو ستاج ديال هذا الشخص، انا بالنسبه ليا مزيان من حيث الاشياء اللي فيه المعلومات القيمه اللي كاينه موجوده في هذا الكتاب هذا، بعض الحلول، بعض الاشياء اللي بعض الناس كيلقاو فيهم صعوبات، وكذلك انه كيخدم. اذا ان رابور دو ستاج باش مزيان، لانه هو اي حاجه حطها الا كيخدمها، كيخرجها ويعطيك النتائج ديالها. لهذا انا كندعوكم باش انكم تحملوا هذا الكتاب هذا، وما تنساوش ديروا سبسكرايب للقناه ديالنا على اليوتيوب، وكذلك جيم الصفحه الفيسبوك، وكذلك زياره الموقع لتحميل هذا البي دي اف او هذا الكتاب الذي سيوجد معكم اينما ذهبتم، وكذلك هو بمثابه شيء جديد لكم. والسلام عليكم ورحمة الله.